بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. نرحب بالإخوة الإكرام في مستهل الدرس السابع من سلسلة دروس شرح المقدمة الجزرية، ونقدم بين يدي هذا الدرس بفائدة ذكرها أيضا الإمام النووي رحمه الله في كتابه الذي ينبغي أن يدرس ويعتنى به ويتأدب بما فيه لطلبة العلم عموما ولحملة القرآن خصوصا، فقد وضعه رحمه الله لحملة القرآن وعنونه التبيان في آداب حملة القرآن. قال رحمه الله: وينبغي، أي للمعلم، أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به وأن يحسن إليه بحسب حاله. وقد روى هارون العبدي رحمه الله وهو من التابعين قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع. هذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتون من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فاستوصوا بهم خيرا. وقد خرج الإمام النووي هذا الحديث من رواية الترمذي رحمه الله. فلذلك فإن حال المعلم مع المتعلمين ينبغي أن يكون حال رفق، وإن كان الرفق هذا لا يخرج إلى الفوضى، لأن بعض المتعلمين إذا لم يجد شيئا من الحزم خرج إلى شيء من الفوضى، لكن يرفق به ويحرص عليه ويحنو عليه ويهش له ويبش. وقد كان الإمام نافع رحمه الله المدني أول الأئمة السبعة يقوم إذا دخل عليه ابن جماز، وهو من الأئمة الكبار، وكان رفيقا له في القراءة على الإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع، يعني هما تزاملا في القراءة على يزيد بن القعقاع، لكن مكانة نافع في القراءات فاقت مكانة ابن جماز وفاقت كثيرا من أقرانه. وكان ابن جماز يأتي للقراءة عليه، يعني هو كان زميله ثم أصبح نافع شيخا له، فكان إذا قام إذا جاء إليه قام إليه وأكرمه رحمهما الله تعالى. وهذا من الأدب الواجب أن يكون بين حملة القرآن وبين طلبة العلم. انتهينا في الدرس السادس من قول الناظم رحمه الله، ولم نكن قد انتهينا، بل يعني بدأنا في التعليق على كلامه رحمه الله في باب صفات الحروف مهموسها فحثه شخص سكت. وقلنا إن التعريف الذي يجري عليه أكثر المجودين تبعا لسيبويه رحمه الله أن الهمس هو حرف أضعف الاعتماد على مخرجه فجرى النفس عند النطق به، والجهر عكسه، حرف أشبع الاعتماد في موضعه فمنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد. وقلنا إن في هذا التعريف شيء من الإشكال، لأنه قد يشتبه، قلنا إن في هذا التعريف شيئا من الإشكال، فإنه قد يشتبه بتعريف الشديد والرخم. وأوضح منه ما ذكره سيبويه أيضا، ولكن هذا التعريف غير مشهور، يعني هذا أيضا منقول عن سيبويه. أيضا ذكر تعريفا آخر، فقد سأله سعيد بن مسعدة تلميذه اللي هو الأخفش الأوسط، في أخفش أكبر وأوسط وأصغر، وإذا أطلق الأخفش عند النحاة فقصد به سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط.
سأله الأخفش تلميذ سيبويه، قال له: بما يفرق بين المجهور والمهموس؟ يعني كيف نفرق بين المجهور والمهموس؟ هو طبعا يعرف تعريف سيبويه له، ولكن ربما هذا الأمر قد أوجد عنده يعني شيء ما هو واضح، فأراد أن يستبين منه أكثر. قال أستاذه وشيخه سيبويه: إنما فرق بين المجهور والمهموس أنك لا تصل إلى تبيين المجهور إلا أن تدخله الصوت الذي يخرج من الصدر، فإنك لا تصل إلى تبيين المجهور إلا أن تدخله الصوت الذي يخرج من الصدر. قال: فالمجهورة هكذا يخرج صوتهن من الصدر ويجري في الحلق، أما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها ولم يعتمد عليه فيها، أي على صوت الصدر. طيب، ما الجديد في هذا التعريف عن التعريف الأول؟ التعريف الأول قال جري النفس ومنع جري النفس، هذا قلنا قد يشتبه بما سيأتي في بعض جري الصوت وعدم جري الصوت. هذا أوضح، لماذا؟ لأن صوت الصدر هذا هو الذي يعبر عنه أهل الأصوات الحديثة بإيش؟ بالنغمة الحنجرية، الصوت اللي يأتي من داخل الصدر. فالأصوات المجهورة تأتي مع اهتزاز الوترين الصوتيين، يعني إذا مر النفس الآتي من الصدر اهتز الوتران الصوتيين. احنا قلنا الوتران هم اسمهما وتران، يعني اللي يسمع يظن انها كده زي الاوتار، لكن المقصود هما عباره عن شفتين، شبه شفتين كده. فاذا مر الصوت المجهور يعني يجد المنفذ بين الوترين كده متضام، كما ذكرنا في القديم، متضام يعني متلامس. أراد أن يعبر الصوت، كيف يعبر؟ ها؟ لابد أنه يحرك الوترين، فبالتالي يتذبذب الوتران، فكل حركة، كل مرور للصوت المجهور يحصل فيه ذبذبة في الوترين الصوتين. أما بالنسبة للمهموس فهو يأتي والوتران هكذا في حالة انفتاح بينهما مسافة، فيخرج بلا اهتزاز ولا ذبذبة، لأنه ما يجد حاجة يصطدم بها، ماشي. فلذلك قالوا أن المجهور ثنائي التصويت، يأتي صوته من الحنجرة، من الوترين الصوتين، ويأتي كذلك من المكان اللي معتمد له في الفم. مثلا إذا قلنا الجيم أج، يأتي صوتها من مخرج هنا وسط اللسان، ويأتي من ذبذبة الإيه؟ الوترين الصوتيين. ولكي تميز هذا الاهتزاز أو الذبذبة من عدمه، لو وضعت يدك على أذنيك مثلا، لو قلت أذ، ضع يدك على أذنيك وقل يعني حرف الذال، مش لازم الذال، أي حرف مجهور. احنا طبعاً احنا معروف المهموس فحثاه شخص سكت، نجرب الأول المهموس عشان هو اللي إيه، وقال ف، هنقول ف، هل تجد شيء هنا إذا ها؟ لا. طيب، ما وجدنا شيء. طيب ح، لا تقول ح لأن الحركة مجهورة، بس كده تجد شيء. طب قول العين اللي هي مقابل الحاء، مش الاثنين مخرج واحد؟ ها؟ وجدت شيء من الطنين كده في هنا؟ ها؟ وجدتم ولا ما وجدتم؟ طيب، نقول مثلا خاء، شخص، هذا تجد شيء هنا؟ لكن لو قلت غ، تجد هنا فيه طنين، وقد يوجد هنا أيضا إذا وضعت يدك على الجبهة، قد يوجد هنا يعني شيء من التحرك، بس أخف، ما يكون ظهر زي الإيه؟ الدوية أو الطنين. فلذلك الحروف المجهورة إذا أديتها تحصل ذبذبة الأوتار الصوتية واهتزاز لها، هذا الاهتزاز يسمع له دوي في الأذنين، وقد
يرى عند الجبهة، وفيه المهموس يأتي له لو وضعت ورقة تهتز الورقة لأن يطلع معها نفس كثير، يعني عكس المجهور يأتي معه نفس كثير، فقد لو وضعت أمامك ورقة خفيفة قلت هكذا تتحرك الورقة. طبعا الفاء ما ليس لها مقابل مجهور في العربية، لهم مقابلات مجهورة في اللغات الأخرى. فالشاهد أنه قد يكون هذا التعريف يخرجنا من إشكال جري النفس والصوت، وهو أيضا على أنه البعض يقول يعني إحنا سنترك آراء قدامانا ونترك آراء العلماء اللغة وعلماء التجويد، هذا ليس مبتدعا من أهل الأصوات الحديثة، وإن كان هو عندهم يعني يعتبرون حقيقة ثابتة للمجهور يهتز الوتران والمهموس، لكن هذا أيضا له صدى موجود عند سيبويه بالنص، موجود عند سيبويه العمدة في المخارج والصفات عند أهل التجويد وأهل اللغة جميعا في الغالب هو سيبويه، فهذا موجود كما ذكرنا النص الذي نقله الشيخ غانم الحمل عن سؤال الأخفش لسيبويه، وهو موجود في كتاب سيبويه لكن في موضع آخر غير الموضع اللي تكلم فيه عن الصفات بالتفصيل. إذن قد يقال الأيسر في تعريف المجهور هو الحرف الذي يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به، والمهموس والذي لا يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به. أما حروف الهمس فهي التي ذكرها ابن الجزري في قولهم في قوله فحثه شخص سكت. أما ما زعمه بعض الأصواتيين المحدثين في إدخال الطاء والقاف والهمزة، يعني الهمزة فيها إشكال يعني خليها على جنب، لكن غير الطاء والقاف هم يقولون أنها في النطق المعاصر مهموسة، فهذا خطأ إحنا لا نمشي عليه، لكن يقال هذا عند اللغة، لكن عند قراءة القرآن الكريم ينبغي أن تخرج القاف غير مهموسة، لأن هكذا عرفها علماء الإيه التجويد، لذلك تقول قا قا ما نقول ق ق ق، فالصوت الذي يخرج هكذا ق هذا الصوت الهواء الكثير هذا يكون مع الايه الصوت المهموس ولا يكون مع الصوت المجهور. لماذا؟ لانه هو اذا خرج الصوت المهموس، طبعا احنا قلنا ماده الصوت النفس يخرج بدون اعتراض يمشي منسابا، فبالتالي يخرج معه نفس ايه كثير، لان النفس لم يحدث له اي اعتراض فيخرج معه نفس كثير. اما المهموس المجهور فالاصل انه لما تذبذب يذهب جل النفس، يبقى منه الصوت، يبقى منه الصوت، والصوت او النفس الصوت هو النفس المسموع، والنفس المسموع. في طبعا بعض الإخوة إذا جاء يهمس بعض الحروف أتى فيها يعني بأصوات غريبة، مثلا يأتي مثلا التاء مثلا يقول مثلا والفتنة أشد من القتل قتل، هذا ليس همسا، هذا يعني كأنه في محل مدريش، لا هو شيء بسيط من النفس يخرج، والفتنة والفتنة هما الهمس أصلا الخفاء، القتل القتل، أما القتل وأشنع منها القتل، أشنع منها القتل يأتي بها بسين، هذا لحن جلي، هذا ليس لحن خفي، هذا لحن جلي، إذا أبدلها سينا هذا أبدل حرفا آخر، وهذا قد يحيل معان كثيرة، معاني كثيرة، فلذلك ينتبه إلى أن خروج الهواء يكون برفق. وكما قلنا أن المهموس يخرج معه نفس كثير والمجهور يخرج معه نفس قليل، الواحد يقول هم يقولون حتى منع النفس، إذا منع النفس ما يطلع صوت أصلا، إذا منع النفس منع تام ما يطلع صوت، لأن النفس هو مادة الصوت، نفس ومن، لكن
يقال مع المهموس أنه يجري معه نفس كثير ويجري مع المجهور نفس قليل لا يكاد يسمع، لا يكاد يسمع. كما قلنا لا يبالغ في الهمس ولا تعدم ولا يعدم الهمس، يعني في بعضهم يقول والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، هذه لا ما طلع فيها أي همس، فلا هي يبالغ فيها ولا تقلب صوتا آخر فت، ولا تطلع صوت عالي فت، يعني مثلا نقول فويل للذين يكتبون ما تحتاج. طبعا الصوت الحرف الساكن تظهر صفات، يعني الحرف الساكن تظهر صفاته أكثر، تظهر الصفات فيه إيه أكثر، لكن الصفات اللازمة هذه التي تكلمنا عنها هي صفات لازمة للحرف في جميع أحواله لا تنفك عنه. ما واحد يقول الهمس، هل الهمس يكون في المتحرك؟ نعم في المتحرك وفي الساكن وفي كل شيء، لكن لأنه يأتي في المتحرك طبيعي ما يحتاج شيء، لأن ما تقول كتب كتا، الكاف والتاء الحين ها الحركة تسهل خروج النفس فيهما، الحركة تسهل خروج النفس فيهما، نقول كتب، فهل هذه لم يخرج معها نفس؟ خرج كتا كتا تا تا الحين طلع نفس، لكن هو إذا كان شدد الحرف أو سكن ينبغي إلى التعمل بإخراج صفاته وإظهار صفاته، لأن بعضها قد لا يظهر بشكل واضح. إذن فحروف الهمس هي كم؟ عشرة. فحثاه شخص سكت، وما نقل عن بعض الأصواتيين المحدثين في قولهم بإضافة الطاء والقاف هذا خطأ، هذا خطأ عند أهل التجويد، هم يقولون هي في النطق المعاصر هكذا. في النطق المعاصر في الكلام العام يتكلم الناس كما شاء، حتى ولو تكلم المثقفين ما في إشكال، لكن نطقه احنا نطق رواية، أداء القرآن رواية، فتروى كما نقلها، حتى لو حصل يعني شيء من الخلل في نقل البعض في طريقة الأداء وفي التلقي فهذا يصحح على ما قاله المتقدمون وعلى ما ينقله الضابطون المتقنون، حتى لو أخطأ البعض في طريقة نقلهم وفي طريقة أدائهم فلا بد أن يرجع إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة والمشايخ الضابطين المتقنين. ونبهنا بعض التنبيهات على الأشياء التي تحدث في الخطأ في صفتي الجهر والهمس. قال رحمه الله شديدها لفظ أجد خطب بكت. حصر ابن الجزري رحمه الله الحروف الشديدة في كم كلمة؟ أيوة كم حرف؟ ثمانية. أجد قطن بكت. طبعا هذه الطريقة التي تعودها السلف في جمع حروف المتناثرة حتى تسهل على المتعلم، يعني بدل ما يقال لك الهمزة والجيم والدال بعد كده تدور على الهمزة فين والجيم والدال فين وكذا، هم يجمعونها لك في كلمة أو كلمتين أو ثلاثة بحيث يسهل إيه حفظها، لا تقول حروف الشدة الهمزة والجيم والدال وكذا وكذا وكذا، إذا جمعت في كلمة أو كلمتين أو ثلاث سهل حفظها، وهذا موجود في علوم كثيرة. قال شديدها أي شديد الحروف، أي الحروف الشديدة، لفظ أجد قط بكت. إذن الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، وتعريف الشدة لم يحصل فيه اختلاف ولم يحصل فيه خلط، لا عند علماء اللغة ولا عند علماء التجويد ولا عند أصحاب الأصوات. طبعا الشدة معروفة القوة لغة، لكن الشدة عند أصحاب عند أهل التجويد هو أنه يحصل الصوت أن يجري فيه
لكمال الاعتماد على المخرج، لكمال الاعتماد على المخرج. الصوت الشديد هو الذي حصر الصوت أو حبس الصوت أن يجري فيه لكمال الاعتماد على المخرج. والعكس، عكس الشدة ماذا؟ الرخاوة. وفي بينهما صفة التوسط أو البينية. قالوا الحرف الشديد هو الذي قوي الاعتماد على مخرجه أو كمل الاعتماد على مخرجه فحصر الصوت. الهمزة وقع فيها خلاف عند أصحاب الأصوات، لكن خلينا من خلافهم. نجد عند الجيم مثلا لما تقول أج أج، هل الصوت الآن يعني في إمكانية للامتداد؟ هل في يمشي معنا أي حتى مقدار؟ لا. طيب أما نقول مثلا الدال مثلا حسد، يعني أنا مش هنقلق القلقلة، شيء آخر. حسد، ها، هل يمشي معنا الصوت؟ انقطع الصوت، انحصر تماما. ولذلك قال يعني طشكبري زاد في إنك تجد صوتك راكدا محصورا ولو رمت مده ما استطع. يعني لو تجد الصوت راكد، يعني مش راكد، راكد بالدال، محصور، تقول أد أو تقول مثلا أب وقد، تجد الصوت ينحصر تماما ويحصل ضيق شديد في المخرج. ط أق أق، كذلك أط مثلا، لو قلت القس ولم تقلقل تجد قس، تجد هنا ضيق شديد، وكذلك الباء والكاف. لكن يأتي عندنا الكاف والتاء. الكاف والتاء مهموستان وشديدتان. والإشكال الذي ذكرناه في تعريف المهموس المنتشر، يعني قد يكون الآن زال، لكن لو جرينا على الصوت والنفس يقال إن الكاف والتاء ينحصر بهم الصوت في البداية. ما تقول أك أك، الآن انحصر الصوت ولا لا؟ هنقول أك، ها، أت، انحصر الصوت ولا ما انحصر؟ انحصر. وبعدين تتنفس الصعداء، تخرج الهواء، يطلع الهمس. أيوة. أما قل له الملك، الآن انحصر الصوت، عايز تفك الانحصار هذا، الملك، يأتي الهمس. فلا تناقض بين صفتي الايه، الشده والهمس، انما يكون تكون الشده في بدايه الصوت، في بدايه النطق بالكاف والتاء، ثم بعد ذلك ياتي الهمس. وكما قلنا الهمس ياتي شيء بسيط، الهمس لغه الخفاء. له الملك مثلا، لو وقفنا على تاء زي ايش؟ ها، كورت الاول، كورت، ها، وبعدين بعد كده تتنفس، كورت. ولذلك ابن الجزري قال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. قال ما قال راعي الهمس، الظاهر انه طبعا كل مصنف دائما يركز على المنطوق في عصره، يبدو انهم في عصره كانوا يعني محتفين بالهمس، ولكن لم يكونوا يعني يدققون في شدة هذين الحرفين. فقال وراعي شدة بكاف وبتاء، يعني ما تقول كورت، يعني لا، كورت، يعني الأول لابد أن يحصل الانحباس ثم الانطلاق. والأصواتيون المحدثون يسمون هذا الصوت الشديد، يسمونه انفجاريا، يسموه صوت انفجاري، لأنه يحدث انحباس وبعدين يحدث صوت كالانفجار، يسمونه صوتا انفجاريا. ويسمون الرخو أو الرخو احتكاكي،
يسمون الرخ صوتا احتكاكيا ولا مشاحة في الاصطلاح، ما في إشكال، لكن احنا نسير على تعريفات القدماء وعلى أهل التجويد. وبين رخ الآن الصوت الشديد كما قلنا يحصر الايه الصوت، الحرف الشديد ينحصر الصوت فيه، وعكسه الايه الرخ، وقلنا رخ ورخ ورف، لكن الرواية في هذا البيت بكسر الراء كما قرره عبد الدائم الأزهري في طرازات المعلمة، قال ولكن الرواية عن الناظم بكسر الراء. ونحن يعني لم المنهج الذي اتبعناه ألا نعلق كثيرا على الأشياء اللغوية. طيب بالنسبة للشدة في حرف الجيم، في البعض يقرأ الجيم هكذا، مثلا يقول والسماء ذات البروج، فهل هذه الجيم هي الجيم الشديدة التي تكلموا عنها؟ ها؟ أو يقول العجل، العجل، ها؟ لا، هذه ليست الشديدة، هذه ليست الشديدة لأنه لا ينحبس بالصوت. يقول البرود، هذا انحبس الآن، بعد كده انفك بالقلقلة، البرود، لكن لما تقول بروج حتى ما تجد قلقلة ما تتقلقل معها. فلذلك الجيم خاصة المنتشرة في الحجاز، الجيم الخفيفة هذه يعني لا ينطبق عليها وصف المجودين بأنها الجيم الشديدة. طبعا الأصواتين لهم مجادلة في هذا الكلام، يقولون الجيم ليست شديدة وكذا، لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا وهو الصواب إن شاء الله هو أن الجيم حرف شديد، وهو الذي ذكره ابن الجزري في الحروف الشديدة، أجد قطن بكى. فلذلك يحذر أن تأتي الجيم رخوة، يحذر أن تأتي الجيم رخوة، إنما لابد أن ينحبس فيها الصوت الأول وينحصر. وكما سيأتينا في القلقلة أن القلقلة اجتمع لحروفها الجهر مع الشدة، انحصر الصوت والنفس معا. فالجيم الخفيفة هذه جاء، يقول جاء ها أو جاء رجل، هذه ما ليست هذه الجيم فصيحة في النطق القرآني، قد تكون فصيحة في العربية، الله أعلم، ما حققت المسألة في العربية، لكن في النطق القرآني هي الجيم الفصيحة، هي الجيم التي فيها صفة الشدة أو الجهر. نعم. طيب إذن الحروف الشديدة أجد قطن بكت، وفي عندنا وبين رخ وشديد لن عمر، هذه المتوسطة، وباقي الحروف هي الحروف الرخوة أو الرخوة. فمثلا حرف الثاء، حرف الثاء هذا مهموس صح؟ ورخو ولا شديد؟ لا، ينحبس الصوت فيه، والأث يمشي معه. مثلا نمشي بعد جيم شديد، الحاء رخ، نقول يمشي معك الصوت وهكذا. وسيأتينا الحروف الآن، الحروف المتوسطة التي بين الرخ والشديد. وبين الرخ والشديد من عمر، إذن حروف اللي هي بين الرخ والشديد اللي هي حروف البينية أو الحروف المتوسطة، مصطلح المتوسطة أو البينية تأخر ظهوره ربما إلى أواخر القرن الثامن أو التاسع، ولذلك ابن الجزري قال وبين رخو والشديد، وسيبويه قال وبين الرخوة والشديدة حروف كذا، واختلفوا في عد هذه الحروف، فبعضهم جعلها ثمانية وبعضهم جعلها أربعة، والذي عليه العمل هو ما ذكره ابن الجزري رحمه الله أنها خمسة، وهي حروف لن عمر، وهي حروف لن عمر. بعضهم قال لم يروي عنا، بعضهم قال لم يروي عنا، يعني دخل معها إيش؟ حروف المد، دخل معها حروف المد.
فهذا وكذلك بعضهم قال ذكر يعني صاغ نفسه هذه بطريقة، بعض أخرج حرف العين، بعض أخرج العين، لكن الصحيح أن هذه الحروف الخمسة هي حروف التوسط والبينية. فمثلا احنا لما نقول أز هذا حرف ايش؟ رخ. أز لو استطاع لو حبيت تطول صوتك به طال امتد معه إن شئت، لكن لما تقول أب وقف تماما وانحصر، صح؟ لكن لما نقول ال ها امتد شويه وبعدين وقف. طيب لما تقول ار نفس الشيء، لانه التكرار يخليه ايه يعني في امكانيه ماده بسيطه انه يعني يحصل فيه شيء بسيط. وايش عندنا للعين؟ اع غير اب، اع يمتد معي شويه ثم يقف. كذلك اللهم صل على محمد. الميم والنون مخرجهما الفموي صلب، ما في إمكانية للامتداد. قل أن أم، لكن لأن لهم كما ذكرنا خروج من الخياشيم، لهم اعتماد على الفم وعلى الخياشيم. فما تقول أم هذا الأصل أنه خلاص، لأنه هو الميم والباء ما يفرق بينهما إلا الغنة اللي تخرج في الميم. لكن قال أم تستطيع تمد، صح؟ لكن هذا الامتداد ليس له معتمد في الايه؟ في الفم، اعتماده في الخياشيم، ولأنه لم يجر اعتماده في الفم ما عدوه من الرخ والمحض، ما عدوه من الرخ والايه؟ لأن اعتماده في الجريان على الخياشيم وليس على الفم أو الحلق. وكذلك نفس الكلام مع النون، نفس الكلام مع النون. فالمخرج اللي في الفم صلب ما تستطيع تمد، لكن معنى الخياشيم تستطيع أن تمد، وهكذا. قال وبين رخو والشديد لن عمر. ولماذا وصفت بالبينية؟ كما قلنا لأنها لا تجري، لا يجري الصوت جريانه في الشديدة في الرخوة، ولا ينحصر انحصاره الشديدة، لا ينحصر الصوت انحصاره في الشديدة ولا يجري جريانه في الرخوة. طيب إذا دخلنا الهمس والجهر مع الشدة والتوسط والبينية، هل يوجد حرف مهموس شديد؟ الكاف والتاء، الكاف والتاء مهموستان شديدتان. طيب مهموس رخو، كثير من الحروف مهموسة رخوة، صح؟ طيب سنرجع لها مرة أخرى. طيب مجهور شديد، هي أجد قطن بكت بس نطلع الكاف والتاء، حروف القلقلة قطب جد وتزود عليها الهمزة، حروف القلقلة وتزيد عليها الهمزة هذه تصبح مجهورة شديدة. ها طيب ماذا بقي من القسمة العقلية؟ ها مجهور، احنا قلنا مهموس شديد، مهموس رخو، مجهور شديد، مجهور ها مجهور رخو. طيب المجهور الرخو مثل ماذا؟ مثل العين، مثل العين، ها مثل ايضا الغين، العين بينية، الغين، الغين صحيح. ها غيره ازاي؟ ازاي مجهور ها رخو؟ السين لا، الضاء، الضاء ايش مجهوره ها رخوه، الضاد مجهوره رخوه، وهكذا. طيب حروف البينيه كلها مجهوره، حروف البينيه كلها مجهوره ليس فيها مهموس.
طيب نأتي بعد ذلك إلى الصفة التي بعدها. قال الناظم رحمه الله الحروف التي بعدها أو الصفة التي بعدها هي صفة الاستعلاء، صفة الاستعلاء. قال الناظم رحمه الله: وسبع علو خص ضغط قض حصر. حصر هذا من الرمز ولا من غير الرمز؟ من غير الرمز. طيب ما معنى الاستعلاء؟ ارتفاع، ارتفاع ايش؟ اللسان. طيب والجيم والشين والياء يرتفع اللسان ولا ما يرتفع؟ ها؟ يرتفع اللسان صح؟ إذن يقال ايش؟ ارتفاع اقصى اللسان. وهذا يعني الذي ذكره المرعشي في جهد المقل، الاكثرون يذكرون يقول ارتفاع اللسان. و يعني جاء تحديد المرعشي لأقصى اللسان أدق، قال أن يستعلي أقصى اللسان، اللسان عند النطق بالحرف. فالمعتبر في الاستعلاء ليس استعلاء أي قسم في اللسان، وإنما هو استعلاء أقصى اللسان. وإلى أين يستعلي أقصى اللسان؟ يستعلي إلى الحنك الأعلى، يستعلي إلى الحنك الأعلى. وضده الاستفال، وضده الاستفال. والاستفال ما معناه؟ الانخفاض، ينخفض اللسان. أما تقول مثلا هو ذكر الحروف، قال وسبع علو خص ضغط قض، خص ضغط قض. الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه الحروف السبعة هي حروف الاستعلاء. والكثيرون إذا نطقوا بحروف الاستعلاء أتوا بها دون ذلك، يعني يأتون بها يعني ليست تامة الاستعلاء في هذه الحروف، فيأتي الحرف ضعيفا. فمثلا تجد الصاد تشبه السين، لأن السين والصاد مخرج واحد وفيها همس وفيهما أيضا رخاوة. طيب إذن ما الذي يميزهما؟ احنا نقول مثلا الصاد والسين، وليس يميزهما الاستعلاء والإطباق الذي في الصاد. نقول واصبر، وص واستعينوا، نستعين، نس، نس. هذه تجد اللسان ايه؟ ينخفض للحنك الاعلى، لقاع الفم. اما بالنسبة للصاد، واصبر صدقة، واصبروا اص اص. لكن اص في بعضهم يجيبها كده نص، يعني ما يصل بها إلى الارتفاع الكافي. يقول واصبر واصبر واصبر، لا واصبر واص، يرتفع اللسان إلى أعلى الحنك، أقصى اللسان يرتفع إلى حتى يكاد يلامس الحنك الأعلى. كذلك أق أق قاء، كذلك بقية الحروف أخ، رغم أن الخاء تخرج من إيش؟ لا، من أدنى الحلق، لكن في نفس ما احنا قلنا اللي بيتحكم في الحرف، في صوت الحرف ثلاثة أشياء: المخرج، هذا مخرج الخاء من أدنى الحلق، لكن في نفس الوقت تصاحبه كيفية في نطقه تميزه، مثلا فيرتفع أقصى اللسان عند النطق به. أخ أغ، مثلا واحد يقول ايش؟ خيرا، خاء خاء خيرا، فلا بد ان تلاحظ فيها الهمس وتلاحظ فيها ايضا الاستعلاء الذي فيها.
لأن في بعض يقرأها مثلا إيه خيرة خيرة خاء لا خاء خاء خاء. وفي بعضهم مثلا إذا سكنت الخاء مثلا واحد يأتينا بمثال لخاء ساكنة ها؟ مخلصين. فالحرف اللي يكون ساكن أحيانا يعني في البعض يفرط في صفاته خاصة الصفات اللي فيها شيء من الضعف زي مثلا الهمس مثلا همس صفة ضعف فيقول مخلصي مخ 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 طلع طلع مع هواء طلع مع نفس واضح مخلصين. فذلك مثلا إذا واحد الرحمن ره رح رح الرح رح يعني بين صوت الحرف الرحيم حيم لأن الكسرة تضعف الحرف شوية خاصة إذا لم يكن من الحروف القوية. قال وسبع علو خص ضغط قر وحصر يعني حصرت حصر ألفاظ أو حصرت حروف الاستعلاء في هذه الايه الكلمات أو في الثلاث كلمات دول حصرت حروف الاستعلاء. فكلما يعني ارتفع لسانك إلى الحنك الأعلى كلما كان صوت الحرف المستعلى أوضح وأفصح فلا تأتي به وسطا يعني مثلا زي الطاء تأتي بها بين الطاء والتاء طال طال لا طال طاء طاء طال. ويحذر هنا من شيء يفعله كثير من الناس مع المفخم والمستعلي. المفخم احنا نقول مفخم والمستعلي ان في حروف غير مستعليه في الاصل وتفخم في بعض الاحوال زي الراء واللام والالف. يحذر من ضم الشفتين. قل مثلا قول او قول لا هذا ليس هنا ضمان. قل طال عليهم الأمد طال ما يطول أو قول الله قول هذا إيش هذه فتحة وضمة مع قال 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 افتح الفم. وهذا موجود خطأ شائع منتشر. الله خالق كل شيء ما يخالق هو خا خا الله خالق. ولفظ الجلالة أيضا كثير من الناس الله 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 فتحة وضمة مع بعض الله فخم فخم اللفظ ما في إشكال. اللام طبعا يعرض لها ترقيق وتفخيم لكن تقول الله ما هي الله لو الله. قال ذلك اصبروا وصابروا ما يصابروا وهكذا. فيحذر عند حروف التفخيم أو عند حروف الاستعلاء من ضم الشفتين يحذر من ضم الشفتين إلا إذا كان الحرف مضموما أصلا. إذا كان الحرف مضموم خلاص ضم. إذا كان الحرف مضموما فضمه. أما إذا كان الحرف غير مضموم مفتوح أو مكسور أو ساكنا فلا يحتاج أن تضم الايه الشفتين. إذن حروف الاستعلاء كم؟ سبعة وبقية الحروف مستفلة. بقية الحروف مستفلة. والاستعلاء شيء والتفخيم شيء. لكن من لازم الاستعلاء التفخيم. يعني الاستعلاء هذا ليس هو التفخيم وإنما التفخيم من لوازم الايه الاستعلاء. لأن هناك بعض الحروف كما سيأتي يعرض لها التفخيم وهي أصلا غير مستعلية لكن هم يقولون إذا فخمت أشبهت الحروف المستعلية كما سيأتي في قول الناظم فرققا مستفلا وفي قوله وفخم اللام من اسم الله إلى آخره. قال بعد ذلك رحمه الله وصادوا
داد باب باء مطبقة. هذه هي حروف الأربعة، هي حروف الإطباق، والنظم فيها بترك التنوين في الأول والثالث، بترك التنوين في الأول والثالث وبإسقاط العاطف في الثلاثة. وصاد ضاد طاء ضاء، وطبعا المفروض نقول وصاد يعني صاد وصاد وضاد وطاء وضاء، لكن هذا على حسب ما يتأتى للناظم من ضبط الوزن العروضي للبيت. قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. هذه الصفة رقم كم الآن؟ الهمس والجهر 2 والشدة والرخاوة، وإذا اعتبرنا البينية 5، ها ثم الاستعلاء والاستفال هذه 7، مش كده؟ نأتي لصفة الإيه؟ الإطباق. الإطباق لغة الالتصاق، واصطلاحا هو ارتفاع وسط اللسان حتى يلتصق بالحنك الأعلى. ارتفاع وسط اللسان أو طائفة من اللسان حتى يلتصق بالحنك الأعلى. وقد عد ابن الجزري رحمه الله الصاد والضاد والطاء والظاء مطبقة. إذا ترك 3 من حروف الاستعلاء، ما هي؟ القاف والخاء والغين، القاف والخاء والغين، فهذه الحروف الثلاثة مستعلية غير مطبقة. لماذا هي مستعلية غير مطبقة؟ لأنه صحيح أنه يرتفع أقصى اللسان عند النطق بها، لكن لا يرتفع وسط اللسان حتى يلاصق أو يكاف. معنى الالتصاق هنا لا يشترط أن يكون لصق بمعنى قفل تام والتصاق تام، لا، وإنما يعني يكاد يلامس الحنك الأعلى، وهو متفاوت، يعني في الطاء أعلى إطباق وأعلى استعلاء مثلا، أو في القاف في الاستعلاء عالي جدا فيها أيضا. فقالوا إن في حروف القاف والخاء والغين يحدث ارتفاع لأقصى اللسان، لكن لا يحدث التصاق لوسط اللسان أو انطباق لوسط اللسان على الحنك الأعلى، ولذلك فهي مستعلية غير مطبقة، ولذلك يقال كل مطبق مستعل، كل مطبق مستعل، لا ولا وليس كل مستعل مطبقة، وليس كل مستعل مطبقة، لأن الإطباق صفة أعلى من أزود من الإيه؟ من الاستعلاء، يعني استعلاء وزيادة، مش بس أقصى اللسان، لكن أقصى اللسان ووسط اللسان. لذلك يقولون أن وضع اللسان في هذه الحال يكون فيه شيء من التقوس، فأنت مثلا تقول طرف اللسان هنا، صح؟ كما ذكرنا في المخرج طرف اللسان يكون هنا عند أصول الثنايا. طيب، وباقي اللسان يرتفع، يعني يحصل فيه تقوس كده حتى يصل يقارب الالتصاق بالحنك الأعلى، ويرتفع من أقصاه، يصير شيء بسيط بين الحنك الأعلى واللسان، وهو يتفاوت في الطاء يكون أقرب شيء للالتصاق، ودونه الحروف الضاد بعده ثم الظاء ثم الصاد. طيب، إذن الصاد والضاد والطاء والظاء مطبقة، وعكسها عكس الإطباق الانفتاح. الانفتاح اللي هو تباعد وسط اللسان عن الحنك الأعلى، تباعد وسط اللسان عن الحنك الأعلى. قاء، أما تقول قاء قاء قاء، الحين لما تنطق أق تجد في القاف صح أن اللسان من أقصى استعلى، لكن تجد وسط اللسان متباعد عن الإيه؟ عن الحنك. أغ، ها هل تجد اقتراب لوسط اللسان من الحنك الأعلى في الأغ أق، ها تجدون؟
ها تجدون تقاربا أخ لا يوجد تقارب لكن في أص أض 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 تجد يعني كأن أكثر اللسان يرتفع إلى فوق لأن أكثر اللسان باستثناء طرفه يأتي عند مكان المخرج الذي سبق الكلام عنه ولذلك يأخذ الصوت يخرج الصوت بتفخيم عالي قالوا فيصير الحنك كالطبق على اللسان يعني يصير الحنك على اللسان زي الطبق كده مطبق عليه وقال بعضهم يكون اللسان مقوسا عند النطق بحروف الإطباق كما ذكر ذلك المرعشي في جهد المقل وقد يكون جهد المقل يقولون بدل الجهد فبلغ به الجهد ها يعني الجهد المجهود والجهد التعب يعني مما بذله من جهد طيب بعد ذلك قال وفر من لب الحروف المذلقة هذه الصفة لصفة الإذلاق وضدها الإصمات قيل إن هذه الحروف الستة تخرج من ذلق اللسان والشفتين تخرج من ذلق اللسان والشفتين أي من طرفها ويعني الكلام هذا قد يحتاج إلى شيء من التأمل أن الفاء مثلا ما تخرج من الطرف صح والأف هل هي تخرج من طرف الشفتين ها بل داخل كمان شوية أقول أف أف الوسط أو من الداخل لكن هم يعني اعتادوا على ذكر ذلك أنها من ذلك أي من طرف اللسان وقلنا أن هذه الحروف أن هذه الصفة صفة صرفية ليس لها أثر تجويدي في تحسين النطق بالحروف وقالوا إن أي كلمة عربية رباعية أو خماسية لابد أن تحتوي على حرف من حروف الذلاقة أو الإذلاق كل كلمة عربية يعني لابد أن تحتوي على حرف من هذه الحروف فإذا فقد منها الحرف ها حكم على أن هذه الكلمة كلمة غير عربية فيقولون مثلا كلمة عسجد أو عسطوس قالوا هذه الكلمة غير عربية عارف الله عسطوس هي موجودة في كتب التجويد بس عسطوس ده مين الله أعلم طيب فهذه الكلمة هذه الكلمات يحكم عليها بأنها غير عربية لأنها لم تحتوي على أي حرف من حروف الذلاقة أو الإذلاق والإصمات عكسه النتوم يمنع أن توجد كلمة عربية ليس فيها حرف من حروف الإيه الإذلاق ولذلك لكون هاتين الصفتين صفات صرفية بحتة لم يذكرهما كثير من المؤلفين في التجويد إلا يعني الأكثرون بعد عصر ابن الجزري ذكروها لكن قبل ابن الجزري قليل من المصنفين ذكروا هذه الصفات ضمن الصفات ولذلك لم يذكرها الداني وتركها أيضا المرعشي في كتابه يعني مثلا لو أخذنا مثلا كلمة صلصال هل هذه الكلمة يحكم أنها عربية ولا غير عربية؟ عربية عربية فيها حرف ماذا؟ لا فيها حرف اللام طب قسطاس ها ابحثوا هذه الكلمة شوف ما فيها من حروف فر من لب الشاهد ان احنا قلنا ان هاتين الصفتين هما صفتان اقرب الى علم الصرف من هما الى علم التجويد ولذلك ها عسطوس ها ما نقول ابحثوها
طيب خلينا من هذه ابحثوها وبعدين نصل الى النتيجة. نعم القسط يعني من القسط. طيب ما هو طيب بعدين الالف والسين اللي جاءت في الاخير هذه. طيب قسط قسطاسا يعني هل هذا وزن ماشي؟ هل هذا وزن موجود على وزن فعلاس هذا ما تأتي مثلا؟ ماشي يا صح القاف والسين والطاء موجودة، لكن القصد هل فيه يعني في الكلمات؟ أنا ما أدري ما أحكم يعني هل توجد يعني مثلا كلمة على هذا المصدر على هذا الوزن فيه منتهي بالألف والسين؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث. ويعتبر الآن احنا انتهينا ولله الحمد من الصفات المميزة، الصفات المميزة، وأكثر من تكلم عن هذه الصفات بهذا المصطلح الدقيق المميزة والمحسنة هو الحسن ابن قاسم المرادي، قال: والصفات تنقسم إلى محسنة ومميزة. والذي استخدم صفة التي لها ضد والتي ليس لها ضد فيما أعلم أول من استخدمها شريح الرعيني الأندلسي رحمهما الله تعالى. يبقى لنا من الصفات التي ذكرها ابن الجزر الصفات المحسنة، ولعلنا إن شاء الله نتناولها في الدرس القادم. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يختم لنا بالحسنى ويجنبنا العسرى، وأن يصلح النية والذرية، وصلى الله وسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.